فضحت موسيقى هذا التاجر في محله الصغير بقلب البلدة القديمة بالخليل فرحا بمرور الزوار المشاركين في مهرجان الكمنجات. فكرة المهرجان هي إعادة تسليط الضوء وإحياء البلدات القديمة المهمشة اللي بيشتغل الاحتلال على طمسها يعني اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. ففكرة المهرجان هي تسليط الضوء وإعادة إحياء هاي الأماكن الأثرية من خلال مهرجان وجذب السكان المحليين والأجانب إله، وبنفس الوقت كمان إثبات وجودنا إحنا كفلسطينيين يعني بهاي الأماكن، لأنه الاحتلال بيشتغل على بشكل دائم على قتل الحياة بالبلدات القديمة بفلسطين. وأنا برأيي إنه إحنا لازم كشعب فلسطيني لازم نكون حاضرين، لأنه موروثنا هو هويتنا يعني، فإذا تخلينا عنه ما حميناه ببطل في عنا هوية يعني. مشاركة لافتة تميزت بها المرأة الفلسطينية في المهرجان بطرح منتجات يدوية تنتجها مؤسسات نسوية، ما يشجع النساء على الاستمرار في إنتاج الأكلات والملابس التراثية. يعني إحنا كنا خايفين اليوم إنه ننزل، لأنه امبارح يوم الخميس كان كتير في جيش، بس الجيش خاف منا لأنه في كتير كانوا ستات وكتير كانت في عروض وفعاليات هون، وتشجعوا الستات ورجعوا يوم السبت، وإن شاء الله بيضل مستمر هذا السوق ويضلوا الأجانب والسواح يجوا هون ويحبوا الخليل، بالذات إنه هاي المنطقة كتير مسكرة وفي عليها حصار، والحرم الإبراهيمي هون يعني منطقة سياحية، حلو إنه يضل تراثنا وعراقة التراث الفلسطيني ظاهر. يعني وتشجيع للسيدات، تشجيع للناس وللسياحة، بس إنه كون إنه كانت العيد الفصح اليهودي مضايقات كتير، وحتى إحنا كان لاجئين إحنا من سعير كانت ضغوطات كتير علينا لما جينا، كانت كتير ضغطات، كانت مسكر الطرق، تنقل بالسيارات من سيارة لسيارة، والجيش يعني كان كتير معارض علينا، فإن إحنا برضه كافحنا وجينا وقدينا الحصار وجينا يعني حضرنا المهرجان، بس إن شاء الله مهرجانات الجاي تبقى إن شاء الله أحسن من هيك. رحلة روح عنوان يحمله مهرجان الكمنجاتي الذي ينطلق سنويا في فلسطين ويجوب معظم المدن الفلسطينية، يشارك فيه نحو 300 فنان من دول عربية وأجنبية. يهدف لتبادل المعرفة بين الثقافات المختلفة والتعرف على التراث الفلسطيني من حرف ومواقع أثرية. تتزين البلدة القديمة في الخليل بالحرف اليدوية التي تعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات مهرجان الكمنجاتي. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار، الخليل، فلسطين المحتلة.